البرازيل. لكن التوقيت الأهم ما عبد القادر مرة ثانية محاولة وخطأ طويل الدخل من الجزاء، محاولة خطيرة لكنها حاول فيها بيدرو انطلاقة لأراسكيا، حاول يلعب الكرة، تقدم أحمد عبد القادر، لعب الكرة استعجلت جميلة، لمسة من جابي، تمريرة عند الأرجوياني وتغطية دفاعية رائعة جدا، رائعة من دفاع النادي. جابي أمام محمد الشناوي، جابي محمد الشناوي، جول، هدف أول لفلامينغو البرازيلي من نقطة الجزاء، هدف أول من نقطة الجزاء على الدقيقة 10، جابي يسجل أول الأهداف ويفرح الأنصار لفلامينغو البرازيلي. واحد وتاريخ كبير في محاولة انطلاق أهلاوي، يحمل عليه، شوف بيرسي تاو لعب الكرة لكنها بعيدة. الجنوب أفريقي مع موسيماني، طاهر محمد طاهر تقدم، وذكرنا بطاهر أبو لعبت ركلة الزاوية، الشناوي طالع، لما لعب 15 مباراة فهو المتصدر وبعيد عن أقرب منافس. يشوف التدخل القوي بعيد عن بيراميدز، يا محمد شريف وبان اظهر عليك الأمان حتى الآن، يروحون عند جابي، اللاعب الخطير جابي، لكن طويل تمريرة بيرسي تاو يمر لكن عدت كرته. بيرسي تاو يكون عندك انها صعبة، عبد القادر حاول فيها ولكن تقل مر محاولة علي معلول بالنسبة للنادي الأهلي أمام في المحاولة تقدم، حاول عبد القادر ولكن ارتكب خطأ برتغالي حارس المرمى اللي كان يلقى مشكلة كبيرة. علي معلول والعرضية، يلعب الكرة الطويلة العالية، عبد القادر وين حاول يمر، تباطأ عرضية لمين، عرضية خطيرة، يا ساتر الشناوي شال الأولى، وكان ممكن يكون هذا الفتاح. بيرسي تاو حاول ضغط المساحة ويبحث عن لاعب وبالتالي القوة الجسمانية الرسمية. علي معلول هذه مرة ثانية طويلة، علي تمريرة جميلة دخل الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب. هذا هو المطلوب، التحرك والتحرر تلام، لكن عدت من محمد شريف. معلول يلعب الكرة الطويلة العالية، خطير، لعب الكرة، قام تسديد، الله قدره متراجع، ركلة الزاوية، اللعبة دخل الجزاء، الله القاطرة الحمراء لا تتوقف أبدا بل تقف لها احتراما لأن طموحها لا يتوقف أبدا وإنجازاتها لا تتوقف أبدا. غات أمامكم ثلاثي مرعب وكبير، لمسة الله مرة ثانية، محاولة معلول كمل وبالتالي الفتاح يلعب الكرة الله أخذها بفكرة رائعة محمد شريف، برافو، أخذها على الطائر، أنت على أبي على اليمين، يلعب كرة للأمام والشناوي، طلع الشناوي بتوقيت سليم، يلعب دور الليبرو في الكرة الشناوي، على ذكريات الأسماء الكبيرة عصام الحضري وإكرامي وعصام وشوبير والأسماء الكبيرة التي حضرت من الأخطاء البسيطة اللي كلفت النادي الأهلي. الكتف الفتاح يتقدم والعرضية لمين يا محمد؟ كثير تساوي شيء الكثير، جابي بلمسة في محاولة المرور، مفتاح خالد لعب الكرة جميلة جدا رجع مرة ثانية معلول والعرضية وبعدها لعب الكرة للأمام، حاول فيها على اليسار، هنا الخطورة البرازيلية، هنا السرعة والتغطية إلى خارج أرضية الملعب، إلى إن كان على مقاعد البدلاء. بيرسي تاو حوار الذي سيكون خلال 45 الانطلاقة على اليسار، شوف التغطية الآن، شوف على اليسار المحاولة واليمين لمين حاول فيها لوكس، لعب لجابي لكن عدت. هنا الخطورة لأنهم يملكون التحرك من غير كرة بشكل يتقدم. واحد كان آخرهم علي معلول اللي موجود من نقطة الجزاء، معلول لعب الكرة العرضية والمحاولة، ركلة جزاء للنادي، هل يحلق يا معلول؟ هل يحلق؟ أوهو ضاعت يا معلول يعني وضع أكثر مما هي تسديدة، يعني راح تغير الكثير، كان تفرق الكثير مع تعال نعوضها مر من الله 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 الله, الله. يا أهلي عالي في كل مكان، يا أهلي يا غاز،
حسبت التعادل واحدة منها بنقطة التعادل. هكذا الذي بنيت قلعته الأهلوية. الثالث للأهلي، الثالث للأهلي، أوهو، وقادر صاحب الهدفين صح. الله الله يا عبد القادر، خطأ خطير، الخطأ خطير لكنه بعيد. هو من سجل الهدف الثاني، عذرا، هو توقعنا حمدي فتحي من سجل، ولكنه هو من سجل أحمد عبد القادر في نقلات داخل الجزاء. حاول الله تياغو لفريق فلامينغو، جابي تمريرة، المحاولة، ركلة جزاء، ركلة جزاء لفلامينغو. يا لها من مباراة. أوه نعم، لا يوجد ركلة جزاء. سمع محاولة، حاول فيها محاولة ولكنها سمع. على تمريرك، الله على الثالث، خلصها خلصها خلصها. محاولة خطيرة عرضية، برافو برافو، خلاص العيون عليه، العيون عليه. هذا شناوي، شناوي 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 شناوي، هدف ثاني، هدف ثاني بخطأ من الشناوي. قلنا برافو الشناوي في الأولى. بيدرو عاد مرة أخرى، بيدرو عاد مرة أخرى ليحور. صعبة 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 على شناوي. نقصي عليك بالكلام للعشم الكبير شناوي، والكلمة لمن جابي شناوي، جابي 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 جابي، يسجل الهدف الثالث. جابي ينجح للمرة الثانية، جابي يسجل، جابي جول، جابي جول، يسجل الهدف الثالث، الهدف هذه محاولة للأمام، محاولة ظاهر ظاهر تسديد. اوه اوه خلاص، البرونزية لفلامينغو البرازيلي بأيدينا وبأخطائنا. شقينا للنادي الأهلي، هذه كرة ملعوبة لكن يحاول المرور. هذا حسين الشحنقلة خطيرة أمام الجول، خامس.